الحاجات دي مهم جدا انكم تعلموها لاخواتكم سن المراهقه، علشان احنا كبنات ما ينفعش يطلع مننا ريحه مش كويسه تنفر اللي حوالينا مننا. اول حاجه بعملها ان انا باخد شاور مره او مرتين في اليوم على حسب المجهود اللي انا ببذله في اليوم، هل نزلت ولا لا. تاني حاجه بعد الشاور على طول بحب ان انا احط بادي لوشن يكون فيه عطر علشان يديني كده احساس بالانتعاش، وخصوصا كمان لما بتحطيه وجلدك مندي الجلد بيمتصه اكتر فبيبدا جسمك كده طالع منه ريحه حلوه كده انت شميها طول ما انت قاعده. انا بعشق البادي لوشن ده بتاع فيكتوريا سيكريت، فيه شيمر. لو عايزين اعمل لكم ريفيو كامل عنه قولوا لي في الكومنتات. وفي نفس ذات الشاور بحط بادي ميست بسرعه كده على اماكن النبض علشان يفضل وقت اطول، كده كده البادي ميست اصلا بيطير بسرعه، فلما بتحطيه على اماكن النبض اللي هي بتكون هنا ورا الودان هنا عند الكوع ورا الركبه ده بيخليه وقت اطول، فبرضه بيديكي احساس كده بالانتعاش وبيخلي ريحتك كده حلوه طول ما انت قاعده. رابع بقى واهم خطوه، وده جزء لا يتجزا من البادي كير روتين بتاعي، ان انا استخدم مزيل عرق. ما ينفعش مزيل عرق عندي يخلص وما اجيبش واحد جديد، قبل ما بيخلص على طول بشتري واحد جديد، وده بسبب بسيط ان مزيل العرق فعلا هيحميكي من العرق لمده طويله جدا، وخصوصا كمان لو استخدمتيه صح. لو حابين انا اقول لكم ازاي تستخدموا مزيل العرق صح قولوا لي في الكومنتات. ما تنسوش برضه تقولي في الكومنتات ايه